السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الكلمة لك. في الوقت الذي يضرم الإيرانيون والعراقيون واللبنانيون النار في جسد ميليشيا ووكلاء وأذرع إيران وملال طهران، يدفع المجتمع الدولي نحو تمكين الميليشيا الحوثية ذراع إيران الفاجرة في اليمن، ويحاول صياغة سلام هش ومغشوش يؤسس لصراعات دموية أخرى، ويعزز من تفخيخ الميليشيا للمجتمع اليمني وتعزيز مشروعها الطائفي الإرهابي المنحرف، وأيضا تفخيخ بنية الدولة وبنية المجتمع، والاستمرار في تنكيلها وإرهابها واختطافها وقتلها وسطوها على مؤسسات الدولة في اليمن. لماذا يسعى المجتمع الدولي لتمكين الميليشيا الحوثية وصناعة سلام هش معها خارج المخرجات المرجعيات الثلاث ومصالح اليمنيين ومستقبلهم؟ لماذا يحاول الدفع نحو سلام هش وفقا لمصالح المجتمع الدولي ومعاييره الهشة؟ وقد رأينا رعاية المجتمع الدولي للميليشيا، ولأكثر من حوار كان عنوانه هو الفشل والانتكاسة. لماذا يريدون صناعة اتفاق ستوكهولم جديد؟ ما الذي حدث في اتفاق ستوكهولم؟ هل انسحب الحوثيون من الحديدة؟ هل أطلقوا سراح المختطفين في سجونهم والذي يعد بالآلاف؟ هل فكوا الحصار عن تعز؟ إذن ما النجاح الذي يستند إليه المجتمع الدولي حتى يريد صناعة سلام هش آخر يؤسس لدورة دموية أكثر فتكا باليمنيين مما حدث حتى اليوم؟ إذن عنوان حلقتنا لهذه الليلة: السلام الهش الذي يريد المجتمع الدولي صناعته في اليمن، هو عنوان حلقتنا لهذه الليلة. نستقبل مشاركاتكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك الكلمة لك. إذا قبل أن أستقبل اتصالاتكم، دعوني أستعرض استطلاع الرأي الذي وضعناه على مواقع التواصل الاجتماعي. إذا نبدأ من موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث وضعت سؤالا قلت لمتابعي: لماذا يسعى المجتمع الدولي في الدفع بسلام هش ومغشوش مع ميليشيا الحوثي في اليمن؟ لماذا؟ هل للحفاظ على مصالح المجتمع الدولي؟ وبطبيعة الحال هذه المصالح ليس لها علاقة بمصالح اليمنيين ولا بمستقبلهم ولا بحضور دولتهم ولا بأن يحضر السلام والتعايش والكرامة لحياتهم إطلاقا. المجتمع الدولي له مصالحه الخاصة في تغذية الصراعات، في صناعة الأزمات وغيرها، باعتبارها مكنة لتدر الكثير من الأموال لاقتصاد الحرب، أيضا اقتصاد الإغاثة الإنسانية المسروقة التي أيضا يذر بها الرماد على العيون. إذن لماذا يسعى المجتمع الدولي في الدفع بسلام هش ومغشوش مع ميليشيا الحوثي في اليمن؟ هل للحفاظ على مصالحه أم لتأسيس صراع دموي آخر وسيكون أكثر فتكا مما حدث حتى اليوم؟ لم يعد لليمنيين شيء يخسروه، قد خسروا كل شيء. لذا من المعيب، من المخجل، من العار أن يكون هناك سلام يطمر كل هذه التضحيات وكل هذا الخراب الذي أحدثه الحوثيون ويجعل كل تضحياتهم سدى. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستسلم اليمنيون لهذا العبث. أم لإنقاذ ميليشيا الحوثي؟ لماذا إنقاذ الميليشيا اليوم؟ نلاحظ ونتابع ما الذي يحدث لميليشيا وكلاء إيران في لبنان وهو حزب الله الإرهابي. ما الذي يحدث؟
تطوقه الانتفاضة اللبنانية من كل صوب، تحاصره، تضيق عليه الخناق. إذن ما الذي يحدث أيضا يحدث لوكلاء إيران وميليشياتها وأذرعها في العراق؟ تطوقه انتفاضة عراقية عربية ضد هذا المشروع الإيراني الفارسي التوسعي. إذن هم محاصرون في العراق ولبنان، والآن ما الذي يفعل الإيرانيون؟ شعوب إيران وشعوب إيران ليسوا فرسا، وإنما كردا وعربا وبلوشا وفرسا من ضمنهم. إذن ما الذي يفعلونه في طهران وفي شيراز وأصفهان؟ يضرمون النار في جسد ملالي طهران. إذن هم يحاول المجتمع القاذم ميليشيا الحوثي حتى لا تطاله انتفاضة. هذه انتفاضة لن لا تبقي ولا تذر لميليشيا إيران، خاصة الميليشيا الحوثية في مناطق احتلالها في صنعاء، ذمار، إب، الحديدة، حجة، عمران، صعدة وغيرها من المناطق التي ما زالت تحت احتلالها وتحت سطوتها. أم المجتمع الدولي يحاول صناعة سلام حقيقي في اليمن نتيجة الأزمة الإنسانية التي ألحقتها الحرب الحوثية، نتيجة عوامل أخرى؟ يريدون سلاما حقيقيا بأي ثمن في اليمن. إذن ماذا صوت المستطلع آراؤهم للخيار الأول؟ لماذا يسعى المجتمع الدولي في الدفع بسلام هش ومغشوش في اليمن للحفاظ على مصالحه؟ صوت لهذا الخيار 28%، لتأسيس صراع دموي آخر، وهذا التأسيس وسيمنع هذا المجتمع أيضا فرصة لاقتصاد الحرب وغيرها، وهم أيضا يستمتعون برؤية الأقطار العربية والإسلامية غارقة في الفوضى والدم والقتل والموت والدمار وغيرها. صوت للخيار لتأسيس صراع دموي آخر، صوت لهذا الخيار 33%. 37% يقولون لإنقاذ ميليشيا الحوثي. ينظرون إلى الخارطة، خارطة إيران التوسعية ووكلائها وميليشياتها في العراق لبنان، يرونهم أمام أعينهم وهم يغرقون. إذن لماذا لا نمنح الميليشيا قارب نجاة كي ننقذها حتى تكون خنجرا في خاصرة اليمنيين وخاصرة جوارهم، ويجهل وطبعا يجهل من يعتبر أن إيران أن الحوثي يمكن أن يقطع علاقته بإيران؟ هو أحمق، ليس لديه وعي ولا فهم ولا إدراك للحقيقة وواقع هذه الميليشيا وأجندتها وعقيدتها المنحرفة. أما لصناعة سلام حقيقي في اليمن، صوت لهذا الخيار 2%، وهذا قياس حقيقي لوعي الناس بأجندات المجتمع الدولي وأهدافه الخبيثة التي يحاول من خلالها استمرار صناعة الأزمات في اليمن. إذن المرتبة الأولى في الاستطلاع إنقاذ الميليشيا الحوثية، المرتبة الثانية لتأسيس صراع دموي آخر، المرتبة الثالثة للحفاظ على مصالحه. وهنا يسعى المجتمع الدولي في الدفع بسلام هش ومغشوش في سبيل أيضا الحفاظ على مصالحه وإنقاذ الميليشيا الحوثية وأيضا تأسيس صراع دموي آخر. أما في صفحة السهيل على الفيسبوك سألنا متابعينا وقلنا: هل تقبل أن يكون هناك سلام مع ميليشيا الحوثي وفق معايير المجتمع الدولي ومصالحه لا معايير اليمنيين ومستقبلهم؟ ورأينا ما هي مصالح المجتمع الدولي. مصالحه أن تستمر الأزمات وأن يظل اليمن غارقا في أتون الحرب والفوضى والميليشيا، وأن تظل دولته غائبة غير حاضرة، وأن يظل اليمنيون غارقون في الفقر والمجاعة والأوبئة التي جلبها الحوثيون وغيرهم. إذن هل تقبل أن يكون هناك سلام مع ميليشيا الحوثي وفق معايير المجتمع الدولي ومصالحه لا معايير اليمنيين ومستقبلهم؟ معايير اليمنيين مختلفة تماما، يريدون دولة، يريدون نزع السلاح، يريدون معاقبة المجرمين ومحاسبتهم، يريدون التأسيس لدولة تحفظ لهم الحرية والكرام. إذن هل تقبل أن يكون هناك سلام مع الميليشيا؟ صوت للخيار نعم 28%، صوت للخيار لا 72%. إذن الغالبية العظمى تقول
لن نقبل بسلام هش ومغشوش يدفع به المجتمع الدولي مع ميليشيا الحوثي وفق معاييره الأنانية وفق مصالحه الضيقة. نحن نريد سلاما وفق معاييرنا نحن كيمنيين، وفق معايير حضور الدولة وسيادتها وعودة مؤسساتها، وفق معايير مستقبل آمن خال من أي ميليشيا يمكن أن تنقض في المستقبل على دولة اليمنيين وحياتهم. إذن هذا مجمل استطلاعات الرأي التي وضعناها على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. إذن المجتمع اليمني، اليمنيون إذن لا يرغبون بسلام لا يتضمن مصالحهم ومعاييرهم وتأمين مستقبلهم وحاضرهم. يريدون سلاما يؤمن مستقبلهم، يريدون سلاما خالا من الميليشيا، من سلاحها الدموي، من إرهابها، من سطوها، من نهبها، من عقيدتها المنحرفة، من مشروعها الطائفي الإرهابي الذي يصنع الموتى ويحض على الكراهية. إذن هذا مجمل استطلاعات الرأي التي وضعناها على مواقع التواصل الاجتماعي. لدي اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك عوض كعدل. عوض كعدل، نفتتح حلقتنا بك وبرأيك الذي يعني دائما تحرص على أن تشاركنا برأيك في كل الحلقات أو في أغلبها إن صح التعبير. عوض، يدفع المجتمع الدولي بقوة وبحماس منقطع النظير، يدفع بسلام، يحاول أن يصنع سلام، أي سلام لا يعني له مصالح اليمنيين ولا مستقبلهم ولا حتى آلامهم أوجاعهم ومآسيهم التي صنعها الحوثيون. إذن برأيك لماذا يعني المجتمع الدولي حريص كل هذا الحرص على أن يصنع سلاما هشا ومغشوش ليفتقد أيضا لأبسط معايير حقوق اليمنيين ومطالبهم وتطلعاتهم؟ أولا أحييك يا أستاذ محمد وأحيي كل العاملين في قناة الشهير وقناة الثورة والثوار. حياك الله. طبعا بعد أو نحن الآن دخلنا السنة الخامسة من هذه الحرب القذرة التي أكلت الأقذر واليابس وطحنت الشعب اليمني وأنهكت الشعب اليمني وأنهكت القوات المسلحة، وحدثت تغييرات على الأرض أضعفت الجيش الوطني. ولهذا فإن المجتمع الدولي يحاول أن يستغل هذه الفرصة أستاذ محمد التي أصبح فيها الجيش اليمني منهك وغير قادر حتى عن الدفاع عن نفسه. لو تكرمت يا أستاذ محمد. نعم. ما حصل في الأسابيع الماضية من ضربات موجعة للجيش اليمني سواء في المخا أو في معرب. في معرب يعني خلال أسبوعين تكررت هذه الضربات الموجعة وقتل فيها رتب عسكرية عالية، أعتقد عميد وماطور عميد ثلاثة عمداء. وفي نفس الوقت يعني الجيش اليمني أو الناطق باسم الجيش اليمني يعني في تخبط حتى في القرار للجيش اليمني. لا يعني يقولوا انه عمليات ارهابيه. لا 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 يوجد قرار صحيح. لا 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 يعلموا ولا يدروا من اين اتتهم هذه الضربات. ولهذا يعني يدل على ان البنيه التحتيه للجيش اليمني اصبحت بنيه هشه، واصبح الجيش اليمني صيدا سهلا في متناول يد الحوثيين، واصبح الجيش اليمني جيشا منهك بدل استراتيجيه تحرير صنعاء وما تبقى من المناطق التي لا زالت تحت السيطره الحوثيه. اليوم الجيش اليمني وانا هنا لا اعمم اصبح عاجز حتى عن الدفاع عن نفسه يا استاذ محمد. انت معي؟ نعم. يعني انت يعني المجتمع الدولي يحاول ان يستغل هذه نقطة الضعف إن وجدت، أم أنه الضعف ليس في الجيش وإنما الضعف في الدولة وقرارها السياسي؟ الجيش رأينا بطولاتهم، رأينا تضحياتهم، رأينا بسالتهم، رأينا عقيدتهم. يعني هل تتخيل أن يقاتل جيش
لستة أشهر وهو لا يستلم راتبه؟ يعني لا يوجد جيش في العالم بهذه القدرة على الصمود والصبر والمرابطة وهو يعني يتعرض للخذلان. يعني نحن لا نحاول يعني في القدر الذي يتعرض الجيش لعمليات غادرة وعمليات إرهابية، أعتقد يعني يتربص به الجميع. إذن من حق الجيش أن نقول فيه كلمة يعني وهو يدافع ويذود ويحمي. بدون شك يا أستاذ محمد، لا يختلف اثنان عن ما قلت الآن، والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية سطرت ملاحم بطولية في جميع جبهات القتال خلال الأربع سنوات التي مرت، وسقط آلاف الشهداء وآلاف الجرحى وآلاف المعاقين. ولكن أنا قلت لك إن هذه الفترة الذي مرت أربع سنوات ونحن الآن في السنة الخامسة، إذ أنهكت القوات المسلحة بسبب ما حصل من تداخلات، من اختلافات، من توجهات، سواء لقوات التحالف أو نفس الوقت الكيانات التي ظهرت هنا وهناك، الكيانات المسلحة التي أضعفت الحكومة الشرعية السياسية، وفي نفس الوقت أضعفت القوات المسلحة. الجيش اليمني ضرب الطائرات الحربية وهو على مشارف عدن في منطقة العلم، ولهذا الآن المجتمع الدولي يحاول أن يستقل ضعف الدولة الشرعية وفي نفس الوقت ضعف القوات المسلحة. يعني لا يا أستاذ محمد، عين يعني بغض النظر عن الرواتب أو ما رواتب قوات المسلحة مقاومة الشعبية، نحن 30 مليون يمني مسلح، نملك أكثر من 60 مليون قطعة سلاح. تحرير الوطن ليس على كاهل الرئيس عبد الرب منصور هادي ولا نائبه ولا رئيس الوزراء ولا القوات المسلحة، على كاهل الشعب اليمني 30 مليون يمني مسلح. إن كان أرادوا أن يتخلصوا من الحوثي وأن يبنوا دولة اتحادية مكونة من 6 أقاليم، فعلى الكل أن يحمل السلاح ويلتحق بجبهات القتال، وعلى الدولة الشرعية أن تعمل المستحيل للتموين العسكري والغذائي والدوائي وما شابه ذلك. أما بهذه الطريقة أستاذ محمد، اليوم أستاذ محمد الميليشيا، يعني هل يعقل أننا نقارن بين ميليشيا يعني وبين قوات مسلحة أغلبهم يحملون رتب عميد وما فوق ولواء ومش عارف إيه، وفي نفس الوقت نحن 5 سنوات يعني وإحنا محل السر؟ كيف يعني بغض النظر عن الرواتب وما صحيح إن كل واحد محتاج، ولكن الوطن أغلى أو فوق كل الصغار يا أستاذ محمد. نعم. يعني إذا كانت ميليشيا صامدة 5 سنوات، ليس صامدة فقط، الآن تضرب في عمق القوات المسلحة، فأصبحت الآن الساحل الغربي يا أستاذ محمد من موجود فيه؟ ضرب المخاء ولم يردوا ولو طلقة واحدة، وضرب 8 مرتين وقتل عدد من القادة ولم يردوا بطلقة واحدة. إذا أين الاستراتيجية التي نريد أن نحرر بها صنعاء؟ اليوم الحوثيين سيتفاوضوا مع الشرعية وهم في مركز قوة وليس في مركز ضعف، برغم كل الجرائم اللي ارتكبوها خلال 5 سنوات، إذا أين البديل؟ إذا أنت تقول أنه يعني ربما هكذا بإشارة أو بغير مباشر أنه يعني لم يعد لدينا إلا القبول بالسلام الذي يفرضه المجتمع الدولي في حالة واحدة يا أستاذ محمد. إذا تغيرت استراتيجية الحرب ضد الحوثي في اليمن، من بيده قرار تغيير هذه الاستراتيجية؟ إذا تغيرت هذه الاستراتيجية وتم رسم استراتيجية جديدة، هدف الأساسي تحرير صنعاء وصعدة وما تبقى من المناطق التي لا زالت تحت السيطرة الحوثية بالقوات المسلحة، بجميع أنواع القوات المسلحة والدبابات ومدافع وطائرات وآليات وما شابه ذلك، حرب لا تراجع فيها، أما النصر وأما الشهادة. أما بهذه الطريقة يا أستاذ محمد،
يعني مستحيل يعني الميليشيا تهدد القوات المسلحه في مارب. اليوم القوات المسلحه في مارب لن تستطيع ان تدافع عن نفسها ولا تستطيع ان تدافع عن هذه الضربات. عوض حتى الان التحقيقات تقول غير ذلك، يعني ان الميليشيا هي من تقف، لان الصاروخ الذي تم اطلاقه على مقر الجيش الوطني هو صاروخ امريكي متطور جدا، ومن الضروري ان ينطلق من طائره حربيه او طائره بدون طيار ذات قدره عاليه على تحديد الهدف. يعني الصاروخ اسمه هيل فاير، وهذا الصاروخ صاروخ امريكي متطور، لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون لدى الميليشيا الحوثيه مثل هذه الصواريخ. اذا من انا شاهدت احد المحللين العسكريين استاذ محمد على احدى القنوات الفضائيه، وقال ان هذا الصاروخ موجود لدى الحرس الجمهوري، وقد تم ضرب منزل الشيخ صادق الاحمر عندما كانوا في وساطه ايام الراحل علي عبد الله صالح بهذا الصاروخ. وهذا الصاروخ لا يمكن ان 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 ان, أن يرى، ولا يمكن ان يصد بواسطه الرادارات وما شابه ذلك. لكن اين المضادات؟ اين المضادات الجويه حق الجيش اليمني؟ اين الاستخبارات العسكريه؟ اين الامن الوقائي؟ اين التحصينات العسكريه؟ اين الدفاعات الجويه؟ يا استاذ محمد لو رجعنا الى الوراء قليلا، يعني معسكرات الجيش اليمني كانك تدخل حديقه، بوابه حديقه، لا توجد اي تحصينات، تدخل سياره مفخخه بجميع المتفجرات، تدخل من البوابه الى وسط المعسكر وتفجر وسط المعسكر وتقتل لك العشرات بل المئات. يا رجل حتى التحصين لا يوجد جدار لبعض المعسكرات، هم في الخلاء. طبعا هي ما تتحدث عنه واقع على الجيش الوطني ان يقوم بواجبه في تحصين في حماية أفراده وقادته ومؤسساته باعتبارها أيضا هي شرفه وشرف كل يمني، لا يجب أن يتم اختراق. ولكن إذا ما انتقلنا إلى موضوع آخر، هل بصراحة هل تقبل بسلام يدفع إليه المجتمع الدولي وفق هذه المعايير الهشة؟ أنا قبل كذا قلت نحن شعب يمني مسلح 30 مليون، نمتلك أكثر من 60 مليون قطعة سلاح، ما خلفها هذه المعارك، ما خلفتها هذه الحرب خلال الخمس سنوات. هناك تقرير 100,000 قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى وعشرات الآلاف من المعاقين، ملايين الألقام المزروعة في كل مكان، 15,000 مختطف وسجين، دمروا مئات المنازل الحوثيين، دمروا مئات المساجد، دمروا مئات دور القرآن، زرعوا الأرقام حتى في الحدائق وعلى شكل ألعاب أطفال، أحرقوا الأخضر واليابس، نهبوا ثروات البلاد كلها، 5 مليار دولار من خزينة الدولة، مليارات الريالات، الآن عندهم عقارات في جنوب لبنان وفي كل مكان. السؤال موجه إلى الشعب اليمني، على الشعب اليمني، استفتاء من الشعب اليمني، هل تريدون الحوثيين شركاء في حكومة قادمة في اليمن، أم تحملوا السلاح وتقاتلوا إلى آخر لحظة؟ يا أما النصر يا أما الشهادة، ما في خيار ثاني. نعم، هذا لا خيار بعده، على اليمنيين أن يأخذوا زمام المبادرة ويدافعون عن أرضهم، عن أرضهم وعرضهم وعن وطنهم ودولتهم وعن كرامتهم وحريتهم ضد هذه الميليشيا الدموية التي أيضا تشاهد أقرى قريناتها الإرهابية في لبنان والعراق وغيرها تغرق ويضيق الخناق الشعبي بها. إذا شكرا لك عوض كعدل. عوض كعدل هو يطالب المجتمع اليمني، الشعب اليمني، أن يتوجه نحو خيارات فرض إرادته وطرد وتطهير هذه الميليشيا الحوثية. إذا لدي اتصال، السلام عليكم. محمد، مرحبا بك محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد، برأيك لماذا يسعى المجتمع الدولي لصناعة السلام مع الميليشيا الحوثية ونحن نعرف حقيقة هذه الميليشيا ومشروعها وأهدافها وأجندتها وإرهابها؟ نعم، دعني أتحدث وبصراحة لكي يفهم المشاهد اليمني ما يجري اليوم في الساحة اليمنية من أحداث هي ليست تخدم أحد في داخل الشعب اليمني، وإنما تخدم المقدمة العدوان الأمريكي الذي استهدف بلدنا منذ 5 أعوام،
وجد الكبيرة والصغيرة والأطفال والنساء وحتى المستهدف بارتزقته في نقطة العلم في عدن واستهدف أي دروس وكل من كان يحشدهم واستهدف الحكومة الشرعية التي تزعمها الحكومة الشرعية واستهدف أبناء الشعب اليمني كافة. فللأسف الشديد عندما نسمع هكذا برنامج يظهر على جناح تحسب أهل اليمنيين على أصحاب الإيمان والحكمة، نحن نتأسف جدا عندما نرى أن هنا خونة، أن هنا عملاء، أن هنا مرتزقة، أن هنا من يخدم الأمريكيين، من يخدم الإسرائيليين، من يخدم من يقتلون أبناء الشعب اليمني. فللأسف الشديد لابد أن يتحرك الشعب اليمني لاجتثاث كل هؤلاء العملاء والمحتلين وطرد الإماراتيين والسعوديين والأمريكيين من كل الأراضي اليمنية. وهل هناك عميل أكثر دموية وإرهاب وقتل ويعني من عميل إيران الفاجرة المعتوه الحوثي؟ نعم، الدنبوع الذي جرى الحرب وجرى المعتوه. أنا أقول لك عن مجرم حقيقي فجر ميوت اليمنيين، فخخ أجسادهم ونهب مقدراتهم. أنا أكلمك عن عدو إرهابي يقتل ويدمر ويفجر ويفعل كل المحرمات. أنا أحدثك عن حرامي يسرق باسم المولد، باسم الولاية، باسم الشهيد. أنا أحدثك عن مجرم لم يدع بيتا يمنيا إلا وزرع فيه كل ضغينة، إلا وزرع فيه مشروعه المنحرف. هل بعد هذا المجرم لا أحد يتفوق على إرهاب الحوثي؟ حتى داعش لم تتفوق على إرهاب الحوثي. هل هناك إرهابي يعني يستحق أن يقاوم وأن يقاتل 1000 عام، ليس عام ولا عامين ولا 5 ولا 10، أكثر من الحوثي؟ نعم، هناك الأمريكيين. أنت الأمريكي وأنت الإسرائيلي وأنت اليهودي وأنت الإيراني الذي تقتلني تحت شعارات كاذبة خاطئة، تقول الموت لأمريكا وأنت على تقول الموت لأمريكا وتفخخ بيت اليمني الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، تقول الموت لأمريكا وتقتل اليمني المسلم، تقول الموت لأمريكا وإسرائيل وأن تفخخ بيت الله، بيت الله التي تدعي أنك من أنصار الله يا أنصار الشياطين. هل هناك جريمة أكثر من هذا؟ شردتم 3 مليون يمني، 3 مليون يمني. هل تتخيل الجريمة والتوحش الذي أحدثتموه في اليمن؟ 3 مليون كانوا يعيشون في منازلهم في قراهم في مدنهم، شردتموهم، اختطفتم أكثر من 25,000 يمني، كل هؤلاء أكاديميين سياسيين نشطاء صحفيين، اختطفتموهم من منازلهم، عذبتموهم حتى الموت. هل بعد هذا من جريمة؟ ثم تأتي بكل صفاقة ووقاحة وتقول يعني الأمريكي والإسرائيلي، أين الأمريكي؟ هؤلاء الذي يجب أن نقاتلهم 1000 عام، 1000 عام حتى نطفئ هذه الشجرة الخبيثة التي كل دورة تقوم وهي أكثر دموية، كل فترة زمنية تقوم وهي أكثر بإدعاءات إرهابية سلالية طائفية لا علاقة لها لا بالإنسانية ولا بالإسلام. هؤلاء هم أعداؤنا الحقيقيين، هؤلاء هم الإرهاب، هؤلاء هم الجريمة. هل بعد ثم لا أعتقد المجتمع الدولي طبعا هو لا يعنيه مصالح اليمنيين ولا حياتهم ولا مستقبلهم ولا دولتهم، هو فقط معني بصناعة الفوضى. لذا من غرس هذا السرطان الحوثي هو المجتمع الدولي، هو من أوكل لإيران ومن أوكل لإيران بزراعة هذا السرطان في جسد اليمنيين حتى يحيل اليمن إلى خراب وإلى دمار. يعني هؤلاء حمقى يعتقدون أن اليمنيين يمكن أن يستسلموا. هذه مساعي المجتمع الدولي التي يحاول من خلالها أن يصنع سلاما هشا، لا يمكن لليمنيين أن يقبلوا بها. ورأينا كيف، أين مصير مبادرة كيري؟ ذهبت أدراج الرياح. أين مصير مبادرة ماتيس؟ وكل هؤلاء أمريكيون يسعون للحفاظ على مصالح الحوثي الذي يقول الموت لأمريكا. هل رأيتم أكذب من هؤلاء وأشنع من جرائمهم وإرهابهم؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل اليمنيون بهؤلاء. مشاهدي الكرام، ننتقل إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال مشاركاتكم حول السلام الهش الذي يدفع به المجتمع الدولي
في اليمن. ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج الكلمة لك. في هذه الحلقة نناقش عن مساعي المجتمع الدولي للدفع بسلام هش مع ميليشيا الحوثي في اليمن مع ذراع إيران، في الوقت الذي تصارع أذرع إيران ووكلاؤها في العراق ولبنان وحتى في إيران ذاتها تصارع الموت نتيجة انتفاضة الشعوب. يسعى المجتمع الدولي لتقديم قارب النجاة وفرصة النجاة لهذه الميليشيا التي أيضا يطوقها سخطة وغضب الشعب ورغبته في التخلص من هذا الإرهاب الحوثي الذي أحدث الدمار والخراب والمجاعة والأوبئة في ربوع اليمن. إذن دعونا نستطلع آراء مواقع التواصل الاجتماعي الناشطين والسياسيين حول الحوثي وإمكانية السلام معه. دكتور عبد القادر الجنيد، وهو أيضا دكتور وجراح قلب وأيضا هو مختطف سابق، تخيلوا هو من ضمن الذين اختطفتهم الميليشيا الحوثية وهو دكتور وجراح قلب لا علاقة له بالسياسة، ولكن الحوثية دائما عدوها اللدود هو العلم والمتعلمين والأكاديميين والسياسيين والنشطاء والصحفيين والإعلام، كل من لديه علم ومعرفة بحقيقة هذه الجماعة الإرهابية. الدكتور عبد القادر الجنيد يقول الحوثي، باختصار الحوثي هو عدو اليمن، ليس عدو فئة ولا عدو الشرعية ولا عدو الإصلاح ولا عدو أي من العبارات التي، هو عدو اليمن وسبب كل الموت والخراب والدمار ورمز الخزعبلات والتخلف الأكبر هذه الأيام. في كل عقد من الزمن تخرج من باطن أرضنا حشرات وهوام تردنا إلى الخلف قرونا من الزمان. إذن حشرة زمننا هذا، الحشرة التي أرادت أن تحيل حياتنا إلى خراب ودمار هي الحوثية، والحوثي هو الأسوأ بين كل المشعوذين والمهوسين والملحوسين والمدلوزين، أدبروا ونحسوا الذين أدبروا ونحسوا اليمن وفق التعبير، المدلوزين والملحوسين هذا وفق التعبير التعزي. إذا الحوثي هو عدو اليمن. أما تركي القبلان وهو القبلان وهو أيضا سياسي محلل سياسي سعودي يقول يفترض أن لدى الحوثي من النضج السياسي ما يؤهله لاستيعاب ما يجري في العراق ولبنان من رفض شعبي لتدخل إيران في بلدانهم، وأن يستلهم روح السلام التي جسدتها اتفاقية الرياض لينخرط في مفاوضات سلام مع شرعية وفق المرجعيات الثلاث لعودة الشرعية وتطبيع الحياة فيما تبقى من المحافظات اليمنية. هذه رسالة من تركي للحوثي بأن يقبل بسلام وفقا للمرجعيات الثلاث، هذه المرجعيات القرار 22/16، المبادرة الخليجية والحوار الوطني. لا يريد اليمنيون سوى أن تعود الدولة بكامل قواتها وهيبتها وحضورها، وأن يتم سحب السلاح من يد هذا الأرعن، هذا الإرهابي المجرم الذي أيضا يستقوي به لقتل اليمنيين وسومهم سوء العذاب. أما في التغريدة التالية فقد كتب محمد دبواني المياح يقول لا شيء يستنزف الشعوب مثل الاتفاقيات المغشوشة والسلام المشوه. هذا النوع من مسكنات المصالحة التاريخية هو أكبر الخدائع التي أعاقت مشروع الاستقرار الدائم الذي تنشده الشعوب منذ تحررها من الاستعمار الخارجي، وأسهمت في تدجين مشروع الدولة طيلة عقود طويلة. يضيف محمد دبوان في تغريدة أخرى له يقول ما من شعب إلا ويرغب في السلام، فالشعوب ليست هواة حروب، ولا يوجد أمة تهوى العيش في حرب دائمة، لكن السؤال المهم ما هو نوعية السلام الذي ترغب به الشعوب الذي استنزفت الحروب، وعلى أي أساس يجب أن يكون هذا السلام؟ ثم لماذا جل تجاربنا مع اتفاقيات الماضي تبدو فاشلة بالإجمال؟
لأنها كانت عمليات سلام مغشوشة، اتفاقية حرب، اتفاقية العهد والاتفاق، اتفاقية السلم والشراكة، أيضا كل الاتفاقيات التي أيضا أبرمت كانت مصيرها الفشل، لأنها كانت تستند على أيضا مضامين مغشوشة وهشة، لا تستند إلى مضامين حقيقية وسلام حقيقي هدفه تحقيق السلام وإحقاق الحق وعودة الدولة وأيضا تعزيز حضورها. أما في التغريدة التالية فقد كتبها رشيد، أما محمد دبوان أيضا يقول: صيغة السلام الوحيدة التي يرغب بها الشعب ويسعى إليها هو سلام الدولة. ما معنى سلام الدولة؟ أي ذلك النوع من السلام الذي يؤسس لكيان ثابت وقوي يحفظ حقوق الناس وحرياتهم ومصالحهم، سلام لا تقرره موازين القوى التي أفرزتها الحرب بقدر ما يفرضه منطق الدولة الكاملة بصرف النظر عن المنتصر والمهزوم في المعركة. الدولة، ما الذي يريده؟ ماذا يريد اليمني؟ ما الذي يريده؟ يريد دولة تحفظ له كرامة وحرية ومصالحه، هذا هو الذي نريده، وليس ميليشيا مسلحة تستقوي بالسلاح ثم تنتج دورات صراع جديدة. أما رشيد الرشد يقول في تغريدة له، يقول: يعرف الجميع نية الحوثي، أخذ فرصة لترتيب صفوفه، أخذ فرصة لترتيب صفوفه وإعادة أنفاسه التي باتت تنقطع، حشدوا للمولد في كل المحافظات وبكل قوة لإرسال رسالة للمجتمع الدولي مفادها بأن لهم حاضنة اجتماعية مثل الانتقال، ويجب أن يكون الحوار منصفا لهم. لذا يسعى المجتمع الدولي في الدفع بسلام مع الحوثي لهدف إنقاذه، إنقاذ الحوثي لا إنقاذ اليمنيين. أما محمد العسل كتب يقول: الميليشيا الحوثية هي ترتكز على الدعم الدولي من بعض الدول ومنها أمريكا وإسرائيل وبريطانيا حسب ما يقول. هذه الدول تعتبر الحوثي ابنها المدلل، وفعلا الحوثي خدمها، لكن حتما ستذهب إلى مزبلة التاريخ الميليشيا ومشاريعها التدميرية. أما الدكتور محمد جميح سفيرنا لدى اليونسكو يقول: في الوقت الذي يتطلع فيه مرتزقة إيران الحوثيون في اليمن إلى نسخ تجربة ولاية الفقيه بشكل أو بآخر في بلادنا، يحرق الإيرانيون صورة الولي الفقيه خامنئي ويهتفون الموت للدكتاتور. أصنام إيران رموز الكهنوت الديني تتساقط في العراق ولبنان وفي إيران نفسها، وستسقط في مهد العرب الأول في اليمن. أما المحامي محمد المسمري وهو تغريدة ردا على كاتبة خليجية تدعى المدعوة نورة المطيري، يقول فيه، تقول أن هناك إمكانية سلام مع الحوثي، يقول: أنت لا تفقهين شيئا، إذا استطعت أن تعيشي بدون ماء حينها أخبريني بأن الحوثي سيعيش بدون إيران. هذه حقيقة لا يمكن إنكارها، ومن يقبل بخلافها فهو كالشاة التي تقدم رقبتها للجزار. ومبروك عليكم إيران إن صح ما يقال عن حواراتكم، أما نحن فلن نتخلى عن قضيتنا لأجل سواد عيونكم. وهذا باختصار. براء شيبان يقول: يحتاج اليمنيون عودة مؤسسات الدولة والعمل وفق معايير كفاءة ونزاهة ووقف أي نزيف للمال العام ناتج عن سوء إدارة أو فساد. المساعدات لن تحل الأزمة اليمنية، يجب استعادة الدولة لدورها ومهامها. كل يوم تأخر أو كل يوم تأخير هو يوم آخر من معاناة وتشرد اليمني. كل يوم يتأخر الحسم العسكري وتطهير البلاد من دنس الحوثي وفجوره وإرهابه، كلما زادت معاناة اليمنيين وألامهم وأوجاعهم. أما الكاتب الإعلامي عبد الله إسماعيل يقول: حتى لو استطاع الحوثي خداع العالم بوجهه الناعم الذي يروج له ناشطاته وناشطوه في الغرب، فلن يخدع اليمنيون الذين رأوا وجهه القبيح قتلا وتفجيرا وعنصرية وسلالة وتجريفا ممنهجا لهوية اليمن وتاريخه. السلام العادل الذي يطلبه اليمنيون له شروط، أولها تسليم السلاح وليس آخرها تسليم مؤسسات الدولة. يضيف أيضا
الإعلامي عبد الله إسماعيل، مزق ونقض الحوثيون عشرات الاتفاقيات والمعاهدات التي كانت وسيلتهم للاختراق والانتشار والتوسع. بعض تلك المعاهدات كانت كفيلة بوقف الانهيار وتجنيب اليمن ويلات الحرب والمواجهة. تجربة اليمنيين مع الجماعة عنوانها تشرق الشمس من المغرب قبل أن ينفذ الحوثي اتفاقا أو جزءا منه. الحوثيون يكذبون كما يتنفسون. الصحفية أسوان شاهر تقول الحوثي الذي رفض يتعايش مع الاشتراكي والمؤتمري والناصري والإصلاحي والسلفي واليهودي والبهائي والجنوبي والشمالي، الحوثي الذي لاحق واختطف الناشطين والصحفيين والكتاب والمشايخ والقضاة والأطفال والنسوان والتجار والموظفين والوزراء وحتى رئيس الجمهورية، كيف ممكن نتعايش معه؟ سعما تعايشت معه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. حقا يعني يتساءل الواحد كيف تعايشت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في صنعاء مع الحوثي، في الرغم لم يتعايش مع الحوثي لا السياسي ولا الصحفي ولا الوزير ولا الشيخ ولا الطفل ولا المرأة، كيف تعايشوا؟ إذن هم في مشروع واحد، في تخادم مستمر. زياد الجابري يقول الاعتقاد بأن الحوثي يريد مصالح مادية وبالتالي يمكن استمالته من خلال إغرائه بالمال مقابل التخلي عن إيران هو اعتقاد خاطئ، فللحوثي فكر عقدي متطرف ضد كل مناوئ، وقد تجبره الظروف على المراوغة، لكنه لن يكون صديقا لا لليمنيين ولا للسعودية ولا لأي مكون لا يدين بالولاء لذات الفكر. إذن أما في التغريدة التالية، رئيس إعلامية الإصلاح يقول ينفق الملالي ملالي إيران ثروات الشعب الإيراني على بناء أذرع طائفية مسلحة تعبث بالوطن العربي بينما يعيش الشعب في حالة بائسة اقتصاديا. الوهم الاستعماري سيطيح بالعمائم السوداء والشعوب ستلقي بالطائفية وسدنتها إلى المزبلة. فشلت كل الدول الاستعمارية في تحمل كلفة الأذرع المسلحة على حساب شعوبها. لذا اليمنيون لن يستسلموا لهذا الجرذ الإيراني المدعى بالحوثي المدعو بالحوثي. براء شيبان يقول أيضا، وقد أيضا قرأنا تغريدتي براء شيبان. إذا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية البرنامج. السلام مع الحوثي لن يحدث، السلام الحوثي لن يفقه أي لغة، لا حوارات ولا طاولات اتفاق ولا معاهدات. الحوثي يفقه شيئا واحدا هي البندقية، وبالبندقية يستطيع اليمنيون أن يستعيدوا دولتهم وكرامتهم وحريتهم. في أمان الله.